نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد نوع القفل للشاشة على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على شاشة القفل، وهنا سوف نقوم بالضغط على نوع القفل للشاشة، وهنا سوف نقوم بإدخال القفل للشاشة التي قمت بفعله. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة ونراكم الفيديوهات القادمة إن شاء الله.